اشتكى عدد من المواطنين على كاسرة السرعة الجديدة الموجودة خلف دار الأوبرا بمحافظة مسقط لعدم وضوح العلامة المرورية الإرشادية بشكل كاف، ولعدم تعود السائقين على وجودها في ذلك الشارع الذي ينتهي بإشارات مرور ضوئية. مردم برك الهندسي الجديد يستقبل اليوم أول شحنة من النفايات، حيث تقدر مساحته 204,000 متر مربع، وهيئ لاستقبال 1100 طن من النفايات يومياً. وزارة السياحة تؤكد أن مشكلة ارتفاع الأسعار في إيجارات المنازل خلال موسم الخريف سينتهي مع تفعيل المنتج الذي أطلقته وزارة السياحة هذا العام باسم بيوت الضيافة. بلدية أدم تبذل جهوداً حثيثة للتخلص من الرمال المتحركة المتراكمة بالقرب من منازل المواطنين بمنطقة البشائر الجنوبية بعد الشكاوى التي تلقتها البلدية من قبلهم. بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، نظمت الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة برنامج زيارة لأسر المتوفين من منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في محافظات وولايات السلطنة، والذي استمر لعدة أيام.